شكرا لفضيلة الداعية الإسلامية الكبير الشيخ فتحي كبشة، فقد مدحني بما ليس فيه. أشكره وأشكر أدبه وحبه وأخلاقه وإخلاصه، فقد أبكمني بكلماته. قال عبد الله الوسطي: ما الجديد في حج هذا العام؟ قالوا: امرأة وجدناها تتحدث بالقرآن. قال: سألت عنها إلى أن وصلت إليها فأقرأتها السلام. السلام عليك، قالت: سلام قولا من رب الرحيم. من أين أتيت؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أمتزوجة؟ قالت: وهذا بعلي شيخا. هل لديك أولاد؟ قالت: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ما أسماؤهم؟ قالت: واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إسماعيل. قال: معي زاد، أتريدين أن تأكلي؟ قالت: إني نذرت للرحمن صوما. معي راحلة، أتريدين أن تركبي؟ قالت: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. عند الركوب قالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. عند الاستواء قالت: سبحان الذي سخر لنا هذا. عند النزول قالت: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. لما أتى المساء نادت لأبنائها قائلة: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. قال: ذهبت عنها فجئت في العام الثاني أسأل فلم أجدها، فعلمت أنها قد لقيت الله. أتتني في المنام في نفس الليلة، قلت لها: يا أمة الله، كيف لقيت الله؟ قالت: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أشكر إدارة مستشفى القلب والصدر والعناية المركزة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ أن جعلوا هذا الافتتاح افتتاحا قرآني وأحاديث نبوية وآيات وابتهالات ومدائح نبوية وإطعام الطعام للأحباء من كل الدوية، فإن لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع وخيرا ممن كسى الكعبة وألبسها البراقع وخيرا ممن صام لله دهرا في صيف والحر واقع وخيرا ممن حمل سيفه وجاهد الكفر بسيف مهند قاطع. وإن الدقيق حينما ينزل في بطن جائع له نور عند الله كنور الشمس وهو ساطع. أشكرهم لهذا الافتتاح العريق وهذا التشييد وهذا الاستقبال الطيب الحسن لهذه الكوكبة العالمية من قراء الوطن العربي والعالم الإسلامي. هيا بنا كي تلتقي موجاتنا العاملة بموجات السماء العالية عبر أثير شاشات مليك مقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. آيات بينات طيبات طاهرات زكيات عطرات من كتاب الله يتلوها على مسامعنا القارئ العالمي ملك المقامات القرآنية صاحب الجامعة الخاصة والفريدة بالمقامات والروايات كروان الفجر قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والأكثر شعبية عالمية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك فخر مصر على العالم الإسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فرطا بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته الله يحفظك ربنا يتقبل منك العفو لا مبدل لكلماته
لا مبدل لكلماتي، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر 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 نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما شاء الله ما شاء الله. انت انت شمس، انت نجم لامع تلهلو في سماء القراءات. ما شاء الله انت فارس القراء، انت فارس القراء يا ملك المقامات. بارك الله فيك ما شاء الله. عليك عليك يا رب. لك رخصه قبل الله منك. واصبر صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
رحمه الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله. رحمة الله الله يرحمه، نسأل الله أن يغفر لنا وله يا رب العالمين. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله عليه وسلم. أولئك لهم جنات عدن أولئك لهم جنات عدن
يتسلون فيها من أساور. الله يبارك فيك. أكرمك الجليل بصوت جميل فلا تحرمنا من الله. قبول لنا ولكم. ربنا يتقبل منكم. الله يبارك لك. الله يبارك لك. سيدنا عليك. عليك يا سيدنا. يحلون فيها من أساوي. يحلون فيها من أساور. الله 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 بس الله يدينا ربنا يكرمك. شو امسك الخشب. نعم يا سيدنا. يفتح عليك. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. وكل سلسة سلسة كده نعم الثواب. نعم الثواب. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم الثواب من أقام على هذا العمل الطيب المبارك. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. ربنا يتقبل إن شاء الله صالح الأعمال. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء النجم الثاقب إن كل نفس لها
والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، النجم الثاقب، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. امين. الله يكبر ان شاء الله. نعم يا دكتور. عليك. الله عليك يا دكتور. يا دكتور. نعم. فلينظر الإنسان مما خلق. رضي الله عنه. أهلا وأكرم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. يتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. ان شاء الله. من هذا المساء. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون.
دون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كده تالت مرة ما ينفعش بقى، تالت مرة ما ينفعش، معلش سامحني سامحني، نسألك السماح معلش. خلاص بسمعها تالت مرة من الفيديو. ربنا يتقبل إن شاء الله من إن شاء الله. ينفع كده؟
بس معلش نسمع الكورة مش عارف. معلش حبيبي مالكش بركة الا هو. حبيبك الله بتصلي على النبي. صلي على النبي. تاني يا دكتور والتيني والزيتون الله يرضى عليك. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اسمع قران الشيخ عبد الحميد معلش هو كده كده قران له القدسياته وله احترام معلش معلش. ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر. فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله عليك.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ 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 وربك الأكرم الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم بالقلم علم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها من أسرار وأنت العزيز الغفار، نسألك ربنا أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اجعل ثواب ما تلي ونوره هدية مباركة واصلة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المقربين، وأن تبارك في هذا المكان والعاملين فيه والقائمين عليه وإدارته يا رب العالمين. اجعل من دخله شفاء تاما يا أرحم الراحمين. ارزق كل مريض في هذا المكان الشفاء والعافية من كل بلاء. هكذا ايها الاخوة الاحباء، سعدنا واياكم بهذه التلاوة القرآنية المباركة العاطرة من القارئ الاكثر شعبية عالمية الملقب عالميا بملك المقامات وقطب
بالتلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ المحافل الدولية العالمية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق في هذا الافتتاح العالمي والمذهل والفريد من نوعه، افتتاح مستشفى القلب والصدر والعناية المركزة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ برعاية الأستاذ الدكتور أسامة محمد رزق وضيوفه الكرام الأعلام سيد الأستاذ الدكتور سامي نوح أستاذ القلب بجامعة الأزهر الشريف وكذلك من السادة الأعلام والعلماء الأجلاء من دولة الهند من الجالية الإسلامية فضيلة العلم والقطب والبحر الحمر العلامة الفهامة الشيخ محمد صديق شيخ المقارئ الهندية كذلك فضيلة القارئ العلم الشيخ عبد العزيز فلاحي مدير عام المقارئ والقراءات بدولة الهند شاكرا ايضا الاستاذ الدكتور وسيم عطية استاذ جراحة القلب والصدر شاكرا ايضا الشيخ وائل حرك وكذلك اشكر لفضيلة الداعية الاسلامي الشيخ فتحي كبشة المهندس فتحي جودة المهندس محمد جودة شاكرا ايضا لفضيلة القارئ والمبتهل الشيخ طه عبد الستار اسأل الله ان يبارك في عمره قناة المهندس محمود ابو عيشة للقنوات الفضائية المصرية والمصور العالمي شاكرا ابن هذا البلد الطيب اهله الحج عبد الحميد النجار شاكرا ايضا مخازن الفراشة الكبرى الحج فؤاد زغلول وكذلك اعمال الضيافة للمتر عمرو صباح شاكرا ايضا الهندسة الصوتية والاذاعية المهندس احمد سلطان اخوتنا اخوة الايمان والاسلام اشكر لمدينة دسوق عامة واليكم خاصة اشكر لمحافظة كفر الشيخ حسن الاستقبال شكرا اليكم جميعا حسن الاستقبال اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيكم اجمعين وان يجعل هذا الصرح للخير دائما اشكر ايضا السيد الاستاذ الدكتور اسامة محمد رزق وشاكرا اليكم جميعا اشكر ايضا شركة بيبسي للاعلانات وشاكرا الى كل من توافد لهذا العرس محدثكم عامر ابو سلامة الاسماعيلية سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته